ازيكم يا دكاترة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم زميلتكم نعمة ناصر من الدفعة 36. هناخد مع بعض ان شاء الله سيشن الاكروميجالي، وهنتكلم في برانش من برانشات البطنة اللي هو الاندوكراينولوجي. الاندوكراينولوجي ده بيدرس الغدد الصماء اللي في جسمنا والهرمونات اللي الغدد دي هتفرزها. اول حاجة معانا هي البيتيوتري جلاند، الغدة النخامية. محتاجين نعرف عن البيتيوتري جلاند اول حاجة مكانها فين بالظبط. هي موجودة هنا في البيز اوف ذا سكال، في مكان اسمه سيلا تيرسيكا. ده جزء من عظمة اسمها سفينويد بون، بنشبهه بالسفينة كده. دي سيلا تيرسيكا ودي السفينويد بون، تمام؟ ومتوصل بالريس اللي فوقيه اللي بتحكم فيه اللي هو الهايبوثالاموس بحاجة اسمها الانفانديبولا، تمام؟ يبقى البيتيوتري جلاند متوصلة فوقيها، البيتيوتري جلاند كونكتد فوقيها للهايبوثالاموس عن طريق حاجة اسمها الانفانديبولا، حزمة من الأعصاب والبلاد فيزلز، تمام؟ طيب يبقى احنا قلنا أول حاجة السايت هو مكان اسمه سيلا تيرسيكا، جزء من سفينويد بون موجود في البيز اوف ذا سكال. طيب محتاجين نعرف شوية يعني جيران للبيتيوتري جلاند كده. البيتيوتري جلاند دي على جنبها حاجة اسمها كافيرنس ساينس. كافيرنس ساينس ده بيعدي فيه كرانيال نيرفس رقم 3 و4 و6، دول المسؤولين عن الاكسترا اوكيولار ماسلز، العضلات بتاعة العين، تمام؟ البيتيوتري جلاند دي كمان قدامها حاجه اسمها اوبتيك كايزما، والاوبتيك كايزما دي التقاء الاثنين اوبتيك نيرف، تمام؟ ماشي. كمان البيتيوتري جلاند دي تحتها مكان اسمه سفينويدال ساينس جوه السفينويد بون، وفوقيها جزء من المننجيز، جزء من الديورا ماتر بنسميه دايفراجما سيلي. دايفراجما سيلي دي جزء من المننجيز بتبقى سوبيرور للبيتيوتري جلاند. يبقى احنا قلنا لاترالي موجود الكافيرنا ساينس في كرانيال نيرفز 3 و4 و6، وانتيرولي الاوبتيك كايزما اللي هي التقاء الاثنين اوبتيك نيرفز، والسوبيرولي المننجيس اللي هي الدفراجما سيلي، وتحتيه انفيرور السفينويدال ساينس، تمام؟ بعد كده هنبدأ نتكلم على تكوين البيتيوتري جلاند نفسها. هي بتتكون من فصين، فص امامي انتيرو لوب وفص خلفي بوستيرو لوب. طيب الانتيرو لوبز دي لما باجي احطها تحت الميكروسكوب واصبغها بالصبغه اللي خدناها زمان في الهيستولوجي اللي هي اسمها اتش اند اي، في خلايا منها بتتصبغ احمر وبسميها اسيدوفيليك سيلز، وخلايا بتتصبغ ازرق وبسميها بيزوفيليك سيلز، وخلايا ما بتحبش الصبغه خالص اسمها بسميها كروموفوبس. يعني اللي خدت الصبغه دي هسميها كروموفيلز، واللي ما خدتش الصبغه كروموفوبس. والكروموفوبس دي لسه ما نعرفش وظيفتها ايه، بيقولوا انها نون فانكشنينج. طيب نيجي بقى للي اتصبغت اللي هي الاسيدوفيليك سيلز اللي بالاحمر دي، بتطلع لي هرمونين مهمين قوي، جروس هرمون وبرولاكتين. جروس هرمون المسؤول عن النمو، والبرولاكتين اللي مسؤول عن الميلك سكريشن ساعه اللاكتيشن، تمام؟ طيب البيزوفيليك سيلز بقى اللي هتتصبغ ازرق بتطلع لي خمس هرمونات مهمين جدا، اف اس اتش وال اتش، دول المسؤولين عن الجونادز اللي هم التستس ان ميل والاوفري ان فيميل، والتي اس اتش اللي هو الثايرويد ستيميليتنج هرمون اللي بيتحكم في الثايرويد جلاند، والاي سي تي اتش ادرينو كورتيكوتروفيك هرمون اللي بيتحكم في الادرينال جلاند، والام اس اتش اللي هو الميلانين ستيميليتنج هرمون اللي مسؤول عن الميلانين بيجمنت بتاعت السكن، تمام كده؟ دي الهرمونات بتاعت الانتيرو لوب. طب البوستيرو لوب، البوستيرو لوب مش بيكون هرمونات، هو بيتخزن فيه هرمونين بينزلوا له من الهايبوثالامس اللي كان فوق البيتيوتري، هرمونين اللي هم الاي دي اتش انتي دايوريتيك هرمون اللي بيتحكم في كميه البول اللي بتطلع من الكدني، والاوكسيتوسين. الاوكسيتوسين ده مسؤول عن اليوتراين كونتراكشن، مقوضات الرحم ساعه الولاده، تمام؟ طيب يبقى انا دلوقتي لما اجي اتسال في الامتحان الجروس هرمون ده بيطلع منين، هقول إجابة نموذجية كده للدكتور إن هو released من الأسيدوفيليك سيلز وفي anterior pituitary، تمام؟ يبقى مش هقول للدكتور إن هو بيطلع من anterior pituitary وخلاص، لأ هقول له بيطلع من أسيدوفيليك سيلز بتاعة الأنتيرو لوب، تمام كده؟ طيب نيجي بصورة توضيحية أكتر للهرمونات. أول حاجة قلنا الجروس هرمون دي الأنتيرو pituitary، دي البوستيرو pituitary. الجروس هرمون مسؤول عن نمو العظم والعضلات والأعضاء كمان. تاني حاجة قلنا البرولاكتين مسؤول عن الميلك سكريشن. بعد كده قلنا ال اف اس اتش وال ال اتش بتاع الاوفري والتستس، تمام؟ وبعدين الاي سي تي اتش، الاي سي تي اتش هنا بتاع الادرينال كورتكس، والتي اس اتش اللي بيتحكم في الثايرويد، والهرمونين بتوع ايه البوستيرو لوب اللي هم الاوكسيتوسين. الاوكسيتوسين ده ليه دور برضه في الميلك سكريشن، قلنا
بيتحكم في اليوتراين كونتراكشن، والاي دي اتش اللي هيتحكم في الكيدني ويطلع لنا كميه البول. بعد كده بقى هناخد الجروس هرمون ده بالتفصيل، عايزين نعرف وظيفته ايه. اول حاجه الجروس هرمون ده بيشتغل على كل حاجه في الجسم وبيزودها، يعني مثلا عند الكربوهيدرات بيعمل حاله من الهايبر جلايسيميا، بيزود لي الجلوكوز في الدم وبيزود الجلوكونيوجينيسيس، وكمان بيعمل انسولين ريزيستنس، فالعيان بيبقى عنده هايبر جلايسيميا. يبقى دي اول حاجه على الكربوهيدرات. تاني حاجه على الفات، بيزود لي الفات، بيعمل لايبوليسيس، بيكسر الفات يعني، وبيزود لي الفري فاتي اسيدز. فري فاتي اسيد دي الاختصار بتاعها. طيب على البروتين قلنا ان هو بيبني كل حاجه، بيبني ثلاث حاجات بحرف العين، العظم والعضلات والاعضاء. بعد كده المينرالز، بيحوش لي كل الاملاح في الجسم، يعني هيزود لي البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم. تمام. طيب شغلته بقى بالظبط هنبداها نتكلم عنها في شكل حدوته كده، يعني مثلا الهايبوثالاموس ده انا هعتبره هو الرئيس، وتحتيه البيتيوتري دي رئيس الوزراء، والجروس هرمون اللي هيطلع منها ده الوزير. تمام. طيب الجروس هرمون ده مش هيشتغل بنفسه، هيشتغل بالمساعد بتاعه. المساعد بتاعه ماده كده بتطلع من الليفر اسمها انسولين جروس فاكتور 1، ده الميدياتور اللي هيقوم بوظيفه الجروس هرمون. يبقى انا عندي الهايبوثالاموس بيبعت للبيتيوتري، الرئيس بيبعت لرئيس الوزراء، بعت له رسائل عن طريق حاجه اسمها جروس هرمون ريليزنج هرمون، ده اللي هيطلع الجروس هرمون من البيتيوتري. ثم الجروس هرمون يروح للليفر يطلع المساعد بتاعه اللي هو الجروس الانسولين جروس فاكتور 1. تمام. والكلمه دي مهمه عشان في الانفستيجيشن انا لما اجي بقيس حاجه في دم العيان بتاع الاكروميجا اللي هيتكلم عنه، مش هقيس الجروس هرمون، انا هقيس الميدياتور بتاعه اللي هو الانسولين جروس فاكتور 1، هنفضل فاكرينه كويس. طيب بعد كده بعد ما خلصنا الفانكشن نيجي للريجوليشن بقى. الجروس هرمون ده زي اي حاجه في جسمنا، يعني لما بيزيد او بيقل الجسم بيبدا يتعامل معاه ويعمل له فيدباك. يعني مثلا قلنا اول حاجه ان الهايبوثالاموس بيتحكم فيه عن طريق الجروس هرمون ريليزنج هرمون. تمام. يعني لو الجروس هرمون قليل الهايبوثالاموس بيطلع له جروس هرمون ريليزنج هرمون يزوده، والعكس صحيح، لو الجروس هرمون عالي عندنا الهايبوثالاموس هيبدا يطلع له جروس هرمون انهيبيتوري هرمون يقلله شويه. تمام. طيب احنا قلنا في الفانكشن برضو ان الجروس هرمون ده بيعمل حاله من الهايبر جلايسيميا، معنى كده ان انا لو جسمي في حاله هايبر جلايسيميا فهيحصل نيجاتيف فيدباك تقلل لي الجروس هرمون، يعني الهايبر جلايسيميا اللي عندي بتخلي البيتيوتري تقلل الجروس هرمون بتاعها، والعكس صحيح، لو انا جسمي في حاله هايبو جلايسيميا ده يحفز البيتيوتري انها تطلع جروس هرمون. تمام كده. طيب برضو زمان كانت جدتك تقول لك نام كويس عشان تكبر، هل الكلام ده صح؟ ايوه طبعا صح، السليب بيزود افراز الجروس هرمون، والعكس صحيح، الاسترس بيقلل الجروس هرمون. احنا كده معانا ثلاث حاجات بتزود الجروس هرمون وثلاث حاجات بتقلله. مين اللي بيزوده؟ جروس هرمون ريليزنج هرمون، الهايبوجلايسيميا، والسليب. وثلاث حاجات اللي بيقللوا جروس هرمون انهبيتوري هرمون وهايبر جلايسيميا ستريس. تمام كده ماشي. بعد كده نيجي بقى للمرض بتاعنا اللي هو الاكروميجالي. الاكروميجالي ده بيحصل لما الجروس هرمون بيزيد في الادلت، لو بيزيد في التشيلدرن بيعمل مرض تاني اسمه جايجانتيزم، بس ده مش موضوعنا، احنا هنتكلم في الاكروميجالي، زياده الجروس هرمون في الادلت. في الادلت يعني خلاص الابيفيسس قفلت، نهايه العظم قفلت، فالعظم لما بيجي يكبر ما بيكبرش بالطول، بيكبر بالعرض. تمام. طيب ممكن برضو الدكتور بقى يسألك ايه اللي بيعمل الاكروميجالي او ايه اسباب الاكروميجالي. اول حاجة ان تكون البيتيوتري جلاند فيها مشكلة، حصل فيها تيومر اسمه بيتيوتري ادينوما. بيتيوتري ادينوما يعني البيتيوتري بقت بتطلع جروس هرمون بزيادة قوي. او تكون البيتيوتري ادينوما دي جزء من سندروم اسمها من 1. من 1 اختصار مالتيبل اندوكراين نيوبليزيا تايب 1، ودي بيكون فيها تيومر في ثلاث حاجات بحرف البي اللي هم ايه؟ بيتيوتري، بنكرياس، وباراثايرويد. تمام كده. طب ممكن المشكله ما تكونش في البيتيوتري، ممكن تبقى في الهايبوثالاموس اللي هو الرئيس، بيطلع جروس هرمون ريليزنج هرمون كتير، في حاجه اسمها هايبوثالاميك هامرتوم، او حاجه اسمها بارا نيوبلاستيك سندروم في مكان تاني بيطلع لي جروس هرمون ريليزنج هرمون كتير. تمام. يبقى دول الاربع اسباب بتوع الاكروميجلي: بيتيوتري ادينوما، مالتيبل اندوكراين نيوبليزيا تايب 1،
وهايبوثالاميك هامرتوما وبارانيوبلاستيك سندروم. تمام، نيجي بقى نشوف الكلينيكال بيكتشر بتاعت عيان الاكروميجالي ده هيجي لي شكله ايه او هيشتكي من ايه. اول حاجه احنا جمعناهم في كلمه مبني، هرمون النمو هو المسؤول عن بناء الجسم، فجمعناها في كلمه مبني. الام ميتابوليك افكت، البي بريشر، الان نيورولوجيكال مانيفستيشن، والاي اندوكراين. اول حاجه نتكلم عنها هي الميتابوليك، هنعيد نفس الفانكشن اللي كنا قايلينها. احنا كنا قايلين ان هو بيعمل حاله من الهايبر جلايسيميا، فالعيانين دول بيحصل لهم دايابيتس. 25% من حالات الاكروميجالي بيبقى عندهم دايابيتس، بيشتكوا من بوليوريا وجلوكوزوريا. تمام، وكمان قلنا ان الجروث هرمون بيعمل ايه في الليبد، بيكسر الليبد ويزود لي الفري فاتي اسيد، فالعيان ده بيبقى عنده اكسسيف سويتنج والعرق بتاعهم دهني، جريزي سويتنج، بتبقى عرق دهني كده لما تيجي تسلم عليه تحس ان ايده مزيته. تمام، يبقى دايابيتس واكسسيف جريزي سويتنج. بعد كده قلنا في المينرالز ان هو بيحوش كل حاجه، يعني مثلا لما الصوديوم يتحوش في الجسم بيعمل هايبرتنشن، البوتاسيوم لما يتحوش في الجسم بيأثر على المسلز ويخليها ضعيفة، يعمل مسل ويكنس، يأثر على القلب ويخلي العيان يحصل له أريزميا. كمان الكالسيوم لما يتحوش في الجسم بيعمل ستونز، بيعمل حصوات في الكدني. تمام، وقلنا على البروتين ان هو انابوليك وبيزود التلاتة عين، وهنتكلم عنها بالتفصيل دلوقتي. طيب ندخل على اللي بعدها اللي هي حرف البي، بريجر مانيفستيشن. كنا لسه قايلين ان البيتيوتري جلاند دي ليها شويه ريليشن، يعني مثلا فوقيها جزء من المننجيس اللي هو الدايفراجماس اللي ده. البيتيوتري جلاند دي لما بتكبر وبتضغط على المننجيس فوقها بتزود لي الانتراكرينيال تنشن، فالعيان بيجي يشتكي من هيدك وبليرد فيجن وبروجكتايل فومتنج. تمام، كمان بتضغط قدامها على الاوبتيك كايزما فبتعمل العيان باي تيمبورال هيمي انوبيا، يبقى مش شايف الفيلد اللي في الجناب ده، باي تيمبرال هيمي انوبيا. كمان بتضغط جنبها على الكافيرنا ساينس، قلنا اللي معدي فيه كرانيال نيرفز 3 و4 و6، فالعيان بيحصل له سكوينت وديبلوبي، مشاكل في الاكسترا اوكيولار ماسلز. تمام، دي كده البريشر مانيفستيشن. نيجي بعد كده نيورولوجيكال مانيفستيشن. عيانين الاكروميجالي بيحصل لهم بريفرال نيورايتس في شكل جلاف اند ستوك، بيفقدوا الاحساس في ايديهم ورجليهم في شكل جوانتي وشراب. ده بيحصل مع العيانين اللي هيدخلوا في دايابيتس، بيحصل لهم بريفرال نيورايتس. كمان بيحصل لهم حاجه اسمها بروكسيمال مايوبيسي، بيبقى عندهم ضعف في العضلات اللي فوق في الدراع وفي الرجل، فالعيان بيبقى مش قادر يسرح شعره كويس ولا يطلع السلام، بروكسيمال مايوبيسي. كمان العظم بيكبر هنا والفليكسور ريتيناكولم كمان بيحصل فيها سيكنينج، فبتضغط لي على نيرف معدي هنا اسمه الميديان نيرف، فالعيان بيحصل له حاجه اسمها كاربال تانل سندروم، بيحس بتنميل وشكشكه في الثلاث صوابع ونص اللاترال اللي هم الصم والاندكس والميدل فينجر ونص الرينج، اسمها كاربال تانل سندروم. كمان برضو بيحصل هنا في ورا التيبيا بيبقى في نيرف معدي اسمه بوستيرور تيبيال نيرف، بيحصل برضو عليه كومبريشن والعيان بيشتكي من حاجه اسمها تارسال تانل سندروم. تمام، دي كده نيورولوجيكال مانيفستيشن. الاي بقى اللي هي الاندوكراين، زي ما قلنا دايابيتس في 25% من الحالات، كمان بيحصل جالاكتوريا وجاينيكوماستيا. لما بيحصل بيتيوتري ادينوما ممكن يزيد مع الجروس هرمون برولاكتين، والبرولاكتين لما بيزيد العيان بيبدا يحصل له جالاكتوريا وجاينيكوماستيا. وكلمه جاينيكوماستيا دي ما ينفعش اقولها على الفيميل، لازم يكون الحاله ميل عشان اقول ان ده عنده جاينيكوماستيا، اللي هو بيبقى فيه بريست انلارجمنت ومعاه ميلك سكريشن كمان. كمان البيتيوتري ادينوما دي وهي بتطلع جروس هرمون وبرولاكتين بتضغط على الخلايا اللي كانت بتطلع الاف اس اتش والال اتش، فبتعمل مشاكل العيان ده بشكل هايبوجوناديزم وامبوتنس. تمام، يبقى انا عندي الاندوكراين مانيفستيشن ايه، اول حاجه دايابيتس، بعد كده جالاكتوريا وجاينيكوماستيا، بعدين هايبوجوناديزم وامبوتنس. طيب نيجي بقى نشوف الثلاثه عين دول بالتفصيل. اول حاجه اول عين معانا اللي هي العظم البون، بيحصل ايه، بلاقي العيان ده زي ما يكون كده وشه مربع بوكس شيب سكال، بيبقى عنده ايه بيج سكال وعنده فرونتال بوسنج، الفرونتال بون ده قابب لقدام كده فرونتال بوسنج، برومينانت سوبر اوربيتال مارجن، وبرومينانت زيجوما وماجزيلا وماستويد بون، ماستويد بون اللي هي بتبقى ورا الودن. تمام، بيبقى عنده كمان المندبل بتاعه خارج لبره كده، يعني برومينانت لور جو،
والسنان بتاعته بتبقى مفصولة عن بعضها سيباريتيتيز. الحكاية دي بيسموها بروجناسيزم. كلمة بروجناسيزم دي مهمة جدا، مجرد ما انت تقولها للدكتور في الامتحان انت ان شاء الله قفلت نجمة الأكروميدي. يبقى البروميننت لور جو مع السيباريتيتيز بسميها بروجناسيزم. ولما اجي اقول للعيان ده يطلع لسانه، بلاقي لسانه كبير، حاجة اسمها ماكروجلوسيا. ماكروجلوسيا، تمام؟ تمام. وهلاقي برضو الكارتليج بتكبر، اللارج نوز وليبس والاير كمان بتكبر، تمام. هاجي بعد كده هبص على ايد العيان ده، هلاقيها شبه الجاروف، سبيد هاند، بسميها سبيد هاند. ورجليه برضو بتكبر لارج فيت، وبيبقى محتاج يغير الدبله بتاعته، مقاسها كل شويه ومقاس الشوز، فبيحصل فريكوينت تشينج في الرينج وفي الشوز، تمام. بعد كده العظم مثلا بيطلع فيه زوائد عظميه صغيره اسمها اوستيوفايتس، فالعيان بيشتكي من اوستيوارثرايتس، التهابات في المفاصل. والفرتبرا، الفرتبرا كمان بتكبر وبتعمل انحناء كده في ظهر العيان، يبقى فيه حاجه اسمها كايفوزس، تمام. يبقى ده كده التاثير بتاع البون. الاقي بيج سكال، واحفظ بالترتيب كده: فرونتال بوسنج، بروميننت سوبر اوربيتال مارجن، بروميننت زيجوما وماجزيلا وماستويد بون، بروميننت لور جو مع السيباريت تيس اللي هي البروجناسيز، والماكروجلوسيا يعني اللارج تانج، وهلاقي برضو لارج نوز ولارج ليبس ولارج ايج. والايدين قلنا سبيد هاند ولارج فيت، وهلاقي بيغير الدبلة والحذاء بشكل مستمر عشان المقاس بيكبر، وشوية التهابات في المفاصل اوستيوارثرايتس مع انحناء في الظهر كايفوزس. طيب بالنسبة للمصل بقى، تاني عين اللي هي العضلات، المصل بتكبر بيحصل فيها هايبرتروفي، وبتضعف بيحصل فيها مايوباسي، يعني هي كبيرة بس ضعيفة، يعني كبيرة على الفاضي. كمان العضلات بتاعة البطن بيحصل ويك ابدومينال ماسل، فالعيان ده بيحصل له هيرنيا كتير، هيرنيا، تمام. ماشي. بعد كده تالت عين بقى، تالت عين اللي هي الاعضاء، زي ما قلنا اللسان ده برضه عضو، فبيحصل فيه ايه؟ ماكروجلوسيا. والماكروجلوسيا دي لما العيان بيجي ينام على ظهره بالليل، التنج بتاعه الكبير ده بيقفل له اللارينكس، فبيتخنق، بيحصل له حاجه اسمها سليب ابنيا. كلمة سليب ابنيا دي مهمة عشان دي من الأسباب اللي ممكن تموت عيان الأكروميدي، تمام. يبقى ماكروجلوسيا بتعمل له سليب ابنيا. كمان الفوكال كورد، الأحبال الصوتية بتاعته بتتخن، وبلاقي صوته اتغير، صوته تخن عن زمان، حاجة اسمها هاسكي فويس، هاسكي فويس. كمان الثيرويد جلاند ممكن تكبر، حجمها يكبر وتعمل جويفر. وقلنا في البريست بيحصل جاينيكوماستيا، وقلنا ان كلمة جاينيكوماستيا دي بقولها على الميل بس، تمام. كمان القلب بيكبر بيحصل فيه كارديوميجالي، والعيان بعد كده بيدخل في كونجستيف هارت فيلر، وده برضو من الاسباب اللي ممكن تموته. كمان الكولون بتاعه بيبدأ يحصل فيه زوايد، بسميها كولون بوليبس، والكولون بوليبس دي خطر، ممكن تدخل بعد كده في كانسر كولون، برضو دي من الاسباب اللي ممكن تموته. وكمان بيطلع له زوائد في الجلد كده، بنلاقيها في الرقبة او في القفا، اسمها سكين تاجز. يبقى كولون بوليبس، سكين تاجز، تفكرك الاتنين زوائد، واحدة في الكولون واحدة في الجلد. كمان الليفر والسبلين عنده بيكبروا، بيحصل له هيباتو سبلينوميجيلي. والبلود فيزلز في من تكوينها حاجة اسمها اندوثيليوم، فبيحصل فيها هايبر بليزيا، اندوثيليال هايبر بليزيا، فبلاقي البلود فيزلز بقت سكند، ودي بتساعد في حدوث الهايبر تنشن. يعني انا كده عندي سببين لهايبر تنشن في عيان الاكروميجيلي، اول حاجة كان الصوديوم ريتنشن، تاني حاجة هي الاندوثيليال هايبر بليزيا. عشان لو اتسألت في الامتحان عيان الاكروميجلي ده بيحصل له هايبرتنشن من ايه؟ اول حاجة بسبب صوديوم ريتنشن، تاني حاجة اندوثيليال هايبر بليزيا. ماشي. نجمع بقى الكوزس اوف ديس اللي لسه قايلينها. اول حاجة قلنا الكارديوميجلي بتعمل كونجستيف هارت فيلر، الكولون بوليبس بتدخل في كولون كانسر، وكمان المشاكل اللي بتحصل من الدايبيتس والهايبرتنشن ممكن تموت العيان، والسليب ابنيا اللي قلناها بسبب الماكروجلوسيا. طيب بمناسبة الماكروجلوسيا، أي شكلها اهي، يبقى العيان لسانه كبير كده. ممكن تتسأل في الامتحان، هل الماكروجلوسيا اللي عند عيان الأكروميجالي دي ترو ولا زودو؟ يعني اللسان فعلا هو اللي كبر، ولا في حاجة يعني صغر؟ يعني مثلا هنقول دلوقتي إن مثلا في الزودو ماكروجلوسيا من أسبابه حاجة اسمها داون سندروم.
داون سندروم ده بيكون العيان عنده التونج ريتراكتد لورا، المندبل قصدي ريتراكتد لورا، مندبل راجع لورا، فلما العيان بيجي يطلع لسان بيبان ان اللسان كبير مقارنة بالمندبل. يعني دي حاجة اسمها زودو ماكروجلوسيا، مش ماكروجلوسيا حقيقي. الماكروجلوسيا الحقيقية بقى بتحصل مع الأكروميجالي والكيراتينيزم والأمايلودوزس. تمام. طب ايه تاني يعمل زودو ماكروجلوسيا مع الداون سندروم؟ حاجة اسمها ميكسديما، اللسان بيترسب عليه ميكسديما تستيشو فبيكبر. تمام. يبقى انا دلوقتي لو سألت في الامتحان ايه اسباب الماكروجلوسيا اللي انت تعرفها، اللي يا دكتور في ترو وفي زودو. الترو بيحصل مع الاكروميجالي مع الكيراتينيزم مع الامايلودونس، والزودو بتحصل مع الميكسديما والداون سندروم. تمام كده. طيب برضو ممكن اتسأل على الكاربال تونال سندروم، احنا لسه كنا بنتكلم فيه، بنقول ان في كومبريشن هنا على الميديان نيرف. الميديان نيرف ده اللي بيغذي الثلاث صوابع ونص اللاترال. العيان بيحس تنميل وشكشكه في الصنب والاندكس والميدل فينجر ونص الرينج. طيب الكاربال تونال سندروم ده ممكن اتسأل على اسبابه، مجمعينها في كلمه دكتور احمد موافي، الدي دايابيتس ميليتس، الار روماتويد ارثرايتس، الاي اكروميجالي، الام مكسديما. تمام. دي اسباب الكاربال تانل سندروم. ممكن اتسال برضو ايه التيست اللي بفحص بيه الكاربال تانل سندروم؟ عندي تينل تيست وفالين تيست. بقول للعيان ممكن اخبط لحضرتك هنا على الروت اوف ذا هاند، هيقول لك لا بحس بتنميل وشكشكه، يبقى هو عنده كاربال تانل سندروم. ده اسمه تينل تيست، بخبط هنا. تمام. وانت بتعمله في اللجنه ما تروحش على ايد العيان وتخبط عليها على طول، لا انت قول له يا حاج ممكن اخبط لك هنا، هو هيقول لك لا بحس بتعمله شكشك، اروحش انا اخبط له عليه واكهربه، دكتور ممكن يديني صفر سنتي. ماشي. ده التنل تيست. الفالين تيست بقى بقول للعيان ممكن تضم ايدك كده 30 ثانيه او دقيقه، يقول لك لا برضه ما اقدرش. تمام. يبقى تنل تيست وفالين تيست. طيب تفتكروا بقى عيان الاكروميجالي ده لما اجي احب اعمل له انفستيجيشن هعمل ايه؟ انا بعمل انفستيجيشن لثلاث حاجات بحرف السي، الكوز الكونديشن والكومبليكيشن. اول حاجه الكوز، قلنا ان ده بيحصل بسبب بيتيوتري ادينوما، فانا هروح على البيتيوتري دي اصورها، اعمل لها سي تي وام ار اي عشان اشوف التيومر. تمام. يبقى دي كده الانفستيجيشن بتاعت الكوز. نيجي بعد كده للكونديشن، قلنا لو احنا قسنا الجروث هرمون للعيان ده، دي مش هت يعني دي مش دايجنوستيك ان الحاله اكروميجالي. انا الاهم من الجروث هرمون اني اقيس الميديتور بتاعه اللي كان بيطلع من الليفر، فاكرينه اللي هو مساعد الوزير، هلاقي الانسولين جروث فاكتور 1 عالي في دم العيان ده. تمام. ممكن بعد كده اعمل له تيست اسمه جلوكوز سبريشن تيست، جلوكوز سبريشن تيست او اورال جلوكوز توليرانس تيست. بعمل ايه؟ بدي للعيان 100 مللي من الجلوكوز وقيس له الجروس هرمون. انا قسته له مثلا في الاول ولقيت الجروس هرمون عالي، بعد ما اديته الجلوكوز لقيت الجروس هرمون قل شويه، حصل ديكريس في الجروس هرمون، يبقى انا كده التست بتاعي بوزيتيف والعيان ده نورمال مش اكروميجالي. طب افرض انا اديته الجلوكوز وجيت اقيس بعد كده الجروس هرمون لقيت ما حصلش سبريشن للجروس هرمون، يبقى التست نيجاتيف، يبقى العيان ده اكروميجالي. ماشي. دي حاجه اسمها جلوكوز سبريشن تيست. تمام كده. تالت حاجة برضو ممكن افحص دم العيان ده، هلاقي البرولاكتين عالي عشان قلنا بيحصل كو سكريشن ما بين الجروث هرمون والبرولاكتين مع البيتيوتري ادينوما، هلاقي الجلوكوز عنده عالي، عنده هايبر جلايسيميا، هلاقي فيه هايبر ناتريميا هايبر كاليميا وهايبر هايبر كالسيميا، كل حاجة عالية في دم العيان ده. طيب الكومبليكيشن، قلنا الكولون بيحصل فيه بوليبس وممكن يقلب بكانسر، فانا هعمل كولونوسكوبي، هعمل على الهارت ايكو عشان اشوف الكارديوميوباسي والهارت فلر اللي ممكن يحصل له، هعمل شيست اكس راي. طيب ممكن كمان اعمل اكس راي على السكال وعلى الهاند، ودي مهمه جدا. في السكال ممكن الاقي ايه؟ ممكن الاقي الصوره اللي بعدها بقى، الاقي هنا مثلا سيك كورتكس ووايد في النيزل ساينسز بقت وايد وسعت شويه، وفي بروميننت سوبرا اوربيتال مارجن هنا مثلا مكان السيلا تيرسيكا برضو هلاقي حصل فيه وايدنينج. تمام. هنا هلاقي البروميننت لور جو مع السيباريت التيس اللي هي اسمها بروجنسيز، يبقى انا دلوقتي في السكال اكس راي لقيت ايه؟ سيك كورتكس وايد نيزل ساينس وبروميننت سوبر اوربيتال مارجن وايد سيلا تيرسيكا اللي هي المكان بتاع البيتيوتري والبروجنسيزم اللي هو بروميننت لور جو مع السيباريت التيس.
طيب لما اجي اعمل الهاند اكس راي هلاقي التيرمينال فالانجيز عملت تافتنج كده، بقت شبه المشروم، عارفين المشروم؟ بتبقى مشروم شيد هاند، ده بشوفه في الاكس راي. يعني انا لما اشوف العيان مش هقول على ايده مشروم شيد، لا، مشروم شيد دي بقولها على الاكس راي بس، لكن لما اشوف ايد العيان هقول انها شبه الجاروف اللي هي سبيد هاند. تمام، نيجي بعد كده للتريتمنت. تفتكروا عيان الاكروميجلي ده لما اجي احب اعالجه بقى هعمل ايه؟ اول طريقه واحسن طريقه هي الجراحه، ان انا ادخل اعمل ترانسسفينويدال هايبوفيزيكتومي. بدخل كده بالاندوسكوب، بدخل من النوز واوصل للسفينويد بون وادخل على السله ترسيكا اشيل البيتيوتري جلاند دي. ماشي، البيتيوتري جلاند دي باللاتيني اسمها هايبوفيسيس، فانا بعمل هايبوفيزيكتومي. تمام، ترانسسفينويدال هايبوفيزيكتومي. تاني طريقة هي الريديوثيرابي. تالت طريقة اني استخدم بقى حاجة ميديكال تريتمنت دراجز، دواء زي حاجة اسمها اوكتيروتايد. اوكتيروتايد ده عبارة عن سوماتوستاتين انالوج. السوماتوستاتين ده بيوقف عمل مساعد الوزير اللي هو الانسولين جروث فاكتور 1 اللي كان بيطلع من الليفر. يبقى السوماتوستاتين ده بيضاد عمل مين؟ الانسولين جروث فاكتور 1. واحد من السوماتوستاتين اسمه اوكتيروتايد، ده دواء بستخدمه لعيان الاكروميجلي. او استخدم حاجه تقفل لي الريسبتور بتاع الجروث هرمون، جروث هرمون انتاجونست، حاجه اسمها بيجفيزومنت. بيجفيزومنت تمام، ده دواء برضه. وابدا بقى اعالج الكومبليكيشن اللي هي الديابيتس والهايبرتنشن. تمام، ده كده علاج الاكروميجلي. ماشي، طيب نيجي بقى لامتحان العملي. انا في لجنه العملي ممكن الدكتور يسالني ازاي على الحاله. اول حاجه طبعا انا هدخل اقف على يمين العيان وهقول له بعد اذنك ممكن افحصك، واشوف الدكتور بقى سالني ازاي. قال لي مثلا اكزامن الفيس، فانا هقول الفيتشرز بتاعت الفيس وخلاص. قال لك اكزامن الهاند، فانت هتبدا تشوف ايد العيان ده وتفحصها، او اكزامن الفوت. بس غالبا في الامتحان بيقول لك ده، يعني بيقول لك كده ان ده حاله اكروميجالي، قول الفيتشرز اللي انت شايفها، ويبدا يديك مثلا سؤالين نظري وخلاص على كده. طيب احنا دلوقتي هنتوقع الأسوأ، هنتوقع ان الدكتور قال لك اعمل جنرال اكزامينشن، فاحنا هنبدا عادي زي ما الدكتور علام عامل في الكتاب بتاعه السكيما اللي هي اي بي سي دي اي. الايه اللي هي الارقام، هشوف الفايتال ساينز. يهمني في الفايتال ساينز البلس، عشان العيان ده ممكن الاقي عنده الريجولار بلس بسبب الاريزميا. مش احنا قلنا البوتاسيوم لما بيعلى بيعمل اريزميا على القلب؟ تمام، يبقى انا ممكن الاقي الريجولار بلس. يهمني كمان البلاد بريشر، عشان ممكن الاقي عند العيان ده هايبرتنشن. قلنا كان في سببين للهايبرتنشن، ان يعني في صوديوم ريتنشن وفي اندوثيليال هايبربليزيا. تمام، تاني حاجه حرف البي، هشوف البلت بتاع العيان ده هل هو افريج ولا اوفر بلت. تالت حاجه حرف السي كولرز، هبدا اسحب عينيه لتحت كده عشان اشوف الفورنيسز لو فيها لون اصفر بتاع الجندس، هخليه يطلع لسانه كده عشان اشوف اللون الازرق اللي في اللسان من تحت ده بتاع الساينوزس، خليه يقلب شفته كده عشان اشوف البلور لو في بهتان في الشفه من جوه بلور. ماشي، دي الكالرز اللي عندي. وحرف الدي بقى الدي كيوبيتس، هقول له مثلا حضرتك بتنام على كذا مخده عشان ممكن يبقى عنده اورثوبنيا بسبب الهارت فيلر اللي ممكن يحصل له. بعد كده حرف الاي اللي هو المينتاليتي، هشوف العيان ده بيجاوب معايا تمام ومصحصح، يعني العيان از فول كونشوس cooperative alert oriented by place person and time. شوف المينتاليتي يعني. بعد كده ابدا افحص الفيس بقى، هقول طبعا الكلمه المشهوره ان هو كورس فيتشرز، كل حاجه في الفيس بتاعته شكلها كبير كده ومخيفه. عنده ايه بالترتيب؟ زي ما قلنا فرونتال بوسنج، بروميننت سوبر اوربيتال مارجن، بروميننت زيجوما وماكزيلا وماستويد بون، بروميننت لوور جو مع السيباريتي تيس اللي هي بروجنسيز، واقول له طلع لسانك عشان اشوف الماكروجلوسيا، وهلاقي لارج نوز لارج اير ولارج لبس. طيب بعد كده هبدا افحص السكين، هلاقي العيان ده زي ما قلنا عنده اكسسيف سويتنج وجريزي سويتنج، العرق بتاعه دهني، وهلاقي في الفرونتال سكين هنا في رينكلد، في شويه تجاعيد كده، لان اللايبوليسيس لما بتزيد بتخلي يحصل لوس للسبكوتينيوس فات، فبلاقي العيان ده عنده رينكلد هنا في الفورهيد. تمام، وممكن الاقي كمان في رقبته الزوايد الجلديه اللي قلنا عليها اللي هي سكين تاجز. كمان لو العيان ده عنده دايابيتس بلاقي لون بني كده في الرقبه من ورا،
بسميها اكنسوزس نيجريكانس، دي بتحصل في عينين الدايبتس، ممكن نقولها وممكن لا. المهم هنفحص بعد الفيس، نفحص السكن، نشوف السويتنج ونشوف الرينكلد سكن، السكن تيكس. بعد كده هبدأ افحص العين بقى، بعمل الكونفرونتيشن تيست عشان اشوف الباي تمبورال هيمي انوبيا اللي قلنا عليها. باي تمبورال هيمي انوبيا ان العيان مش شايف الفيلد اللي بره ده، بعمل ايه؟ باجي قدام العيان كده وانا العين بتاعتي في نفس الليفل العين بتاعته، ولو انا بلبس نظاره اقلع النظاره وهخبي عين، وهقول له الجمله المشهوره بتاع الدكتور علام اللي هي ايه؟ العين في العين والنني في النني، ولما تشوف صباعي قول لي وطمني. اجيب له الصباع كده من بعيد واقول له اول ما تشوف صباعي قول، واجيبه من كل الاتجاهات ومن فوق ومن تحت، وبعدين اخبي العين دي كده عشان اجيب له الاتجاه ده، واشوف هل هو مش شايف الفيلد ده، يعني عنده باي تمبورال هيمي انوبيا ولا لا. وبرده اعمل نفس الكلام على العين التانية، برده اجيب له صباعي من كل الاتجاهات واول ما تشوف صباعي قول، اخبي العين دي كده عشان اجيب الاتجاه ده برده من فوق ومن تحت. ده اسمه الكونفرونتيشن تيست. كمان هاكزامن الاكسترا اوكيولار ماسلز برده بنفس الطريقه، عين عين كده، هقول له خلي عينيك مع حركه صباعي بحيث اختبر السوبيرو ريكتوس والانفيرو ريكتوس كده، وعينيك لبره وعينيك لجوه عشان اشوف اللاترال والميديال ريكتوس. تمام، احنا عارفين طبعا ان الاوكيلومتر نيرف اللي هو العصب رقم 3 ده بيغذي ايه؟ السوبيرو ريكتوس والانفيرو ريكتوس والميديال ريكتوس، والابديوسنت اللي هو 6 هو اللي بيغذي اللاترال ريكتوس. تمام، وكمان رقم 4 بقى الكرينيال نيرف رقم 4 اللي هو التروكيلر نيرف، ده بيغذي السوبيرو الاوبليك مصر. بقول العيان عينيك على كتفك عشان اختبر السوبيرو الاوبليك مصر. ماشي، ده اختبار الاكسترا اوكيلار مصر، غالبا مش هيتعمل في اللجنه، بس احنا بنقوله احتياطي يعني، بما انكم خدتوا نيورو وكده فيعني الدنيا سهله ان شاء الله. طيب بعد كده هنبدا بقى نفحص الابر لين، هشوف ايد العيان ده، شوف الهاند، هقول له يا دكتور انا شايفها سبيد هاند شبه الجريد، وابدا اقول له ممكن اخبط لحضرتك هنا، طب ممكن تضم ايدك كده، انا كده بفحص ايه؟ ايوه الكاربال تانل سندروم، تينل تيست وفالين تيست. تمام، ابدا احس البلس بتاعه عشان اشوف لو الريجولر لو عنده اريزميا، ممكن برضو لو معايا جهاز ضغط في اللجنه اقيس البلاد بريشر عشان اشوف لو فيه هايبرتنشن، بس برضو غالبا مش هيطلب مني. هساله بتعرف تسرح شعرك بسهوله وبتعرف تطلع السلم عشان البروكسيمال مايو، بس اساله برضو فقدت الاحساس من ايدك ورجلك في شكل جوانتي وشراب اللي هي البريفرال نيورايتس في شكل جلاف اند ستوك. تمام، وبرضو وانت في الهاند كده وبتفحص كجنرال اكزامينيشن، بص على المسلز على السينر والهايبوسينر عشان ممكن تلاقي ويستنج، بص برضو لو في ريدنس اللون بتاع البالمر اريسيما، واللي مش هتلاقيه هتقول نو كذا. تمام، وبص برضو على الجلد عشان لو شفت اي سكار اي بيجمنتيشن، بص على الضوافر والشعر عشان لو في مشكله في الهير والنيل، دي حاجه اسمها تروفيك تشينجز. تمام، كل دي جنرال اكزامينيشن للهاند. طيب بالنسبه لللور لمب بقى، ابدا افحص اللور لمب، طبعا لو العين لابس شوز هخليه يقلعها، لو الدكتور يعني طول معاك في اللجنه ووصل لللور لمب، هو غالبا يعني هيجي عند الابر لمب ويقف. تمام، هتلاقي بقى ايه لارج فيت، وهتلاقي العين عنده تارسال تانل سندروم عشان قلنا البوستيور تيبيال نيرف اللي معدي ورا التيبيا ده يبقى حصل عليه كومبريشن. هخلي العيان يحرك المفاصل بتاعته عشان اشوف الاوستيو ارثرايتس، وممكن اسمع طرقعه كده في الجوينت اللي هي كريبيتس. تمام، ده كده فحص اللور لين. طيب ممكن بقى تتسأل سؤال لوحده كده، ايه السيستميك كومبليكيشن اللي بتحصل لعيان الاكرونيكي؟ نمسكها من فوق لتحت كده سيستم سيستم. اول حاجه على مستوى السي ان اس، على مستوى السي ان اس قلنا ان هو هيضغط على المننجيس فيزود الانتراكرينيال تنشن ويعمل هيدك بليرد فيجن وبروجكتايل فوم، ويضغط على الكرينيال نيرفس اللي في الكافيرنال ساينس على الجناب يعمل العيان ده سكوينت وديبلوبي، يضغط قدامه على الاوبتيك كايزما العيان ما يبقاش شايف الفيلد اللي بره ده، واي تيمبورال هيمي انوبيا، يعمل كاربال تانل وتارسال تانل سندروم، يعمل بريفرال نيورايتس بروكسيمال مايوباسي. دي كده مشاكل السي ان اس. طب السي في اس كارديو فاسكولار سيستم، قلنا بيحصل كارديو مايوباسي وكونجستيف هارت فيلر، وكمان القلب لما بيكبر كده بيحصل فيه ارتجاع في الصمامات بتاعته، بيحصل فانكشنال ميترال ريجيرج وترايكاسبيد ريجيرج، والعيان هيحصل له طبعا اريزميا عشان البوتاسيوم العالي اللي عنده، وهايبرتنشن عشان الصوديوم العالي
الاندوثيليال هايبرplasia. طيب نيجي بعد كده على الشيست، العيان ده بسبب الحاجات اللي بتكبر عنده دي والهارت كونجستد والكلام ده، اللنج كمان بيحصل فيها كونجيشن وبتبقى عرضه ان يحصل فيها شيست انفكشن، وزي ما قلنا البرولاكتين عالي فبيحصل ايه، جلاكتوريه وجاينيكوماستيا. وبعد كده المشاكل بتاعت الابدومن بقى، هقول الليفر والسبلين بيكبروا يبقى سبلينوميجلي، الكولون بيطلع فيه زوايد اسمها كولون بوليبس وبتدخل في كانسر كولون، والعضلات بتاعت البطن بقت ضعيفه فبيحصل هيرنيا. طب على مستوى الاندوكراين، على مستوى الاندوكراين قلنا هيحصل دايابيتس، هيحصل هايبر بولولاكتينيميا تعمل برضو جالاكتوليا وجاينيكوماستيا، وعلى مستوى الجونادز بيحصل هايبوجوناديزم وامبوتنس. تمام، دي كده عشان لو اتسالت في سيستميك كومبليكيشن كل واحده لوحدها يعني. تمام بس، وربنا يوفقكم ان شاء الله. شكرا.